طالب بالخبره كنت طالب بالخبره هربت من داري كنت طالب بالخبره الخيمه غادي الخيمه علاش هاد السيد يخرج علاش هاد السيد يخرج بلا خبر ديالي وبلا ما نمشي معاه نتخدم معاه في المحكمه واه بنتي علاش عندك وبلاتي باش كطالبي باش كطالبي انا كنطالب الحق ديالي علاش هاد السيد اختطفني وتكربص عليا وانا في دارنا وانا في دارنا وقالوا لي باقي ما كاينش تقديم كيقول لي راه شدينا ثلاثه غير صبري وانا عاداتي بغيت نتقدم مع السيد واليوم مشاو دوه بوحدو تقدم عند وكيل الملك وبلا الخبر ديالي انا ودابا في اللايف كيقول لهم انا هربت ما بغيتش نتقدم معاه وانا ما من حتى واحد ما قالها لي انا حتى واحد ما قال لي السيد تقدم ولا شي واحد قال لي عاودي تقدمي مع هذا السيد راه غادي واليوم هذا عادل علاش يخرج اش من حق باش يخرج اش من حق اختطفني عندي دلائل علاش الطبيبه كتقول كتاكد الجدارمي ملي كانوا كيقلبوني مجا امر مع وكيل الملك جدارمي واقف على راسي والطبيبه كتقلبني وكتقول لي هادشي كاين الاغتصاب كاين واش هادشي ما تبتش ليا ما عطاوليش شواهد طبيه باش غنهضر على راسي لا والو كلشي خداو جدارمي يضل المشروع اش من حق اش من حق ما عطاوليش شواهد طبيه نهضر على راسي اش من حق والسيد من صيفه باش يخرج اغتصبني وخرج كيتعنقر 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 ويشرب في الحليب ويشرب وياكل في التمر وكيقول لي نطالب بالحق ديالي منك ترجعيه ليا انا بنت مسكين وانت بزناز حقك راه انا اللي خصني ناخذ حقي راه انا اللي ضحت اخوتي المغاربه راه انا اللي ضحت انا اللي كنطالب بطبيب شرعي اللي كذبت عليكم انا باغي طبيب شرعي افحصني وانا ما تصابش السيد سي ما كاينش هنا قتلوني اعدموني انا ما غنخد الحق ديالي انا ما غنخد الحق ديالي حيت هاد السيد وسيط ديال الدراغ الملكي ديال الفتح سمسار ديال الجدارميه بالضبط كنقولها وكتحمل المسؤوليه ديالها ديال الفتح واحد ديال المشروع وهاد السيد صاحبهم وخدموا معاه حيت هو كيقول لك عندي النفوذ وفعلا عنده النفوذ وصل داك الشيء اللي بغى واليوم اخوتي انا اخوتي المغاربه انا راه تجرحت انا راه مألمه انا راه ما غنعش انا راه غنموت غنخلي ولادي يتامه بغيت الحق ديالي قدامكم يبان الله ينصركم الله ينصر سيدنا انا كنطالب بالحق ديالي من سيد وكيل العام من صاحب الجلاله يجيب من حقي انا راه ظلمت مع هاد الناس صديق ديالها هاد السيد نور صديق ديالها عادل البخيمه عباد الله انا كنقول الحق انا باغي نقول غير الحق انا محمل المسؤوليه انا كنتحمل المسؤوليه كل كلمه قلتها انا كنتحمل المسؤوليه قدام وكيل الملك اي حاجه نجاوب عليها اي حاجه عندي اسئله اي حاجه يسالوني عليها نجاوبهم انا كنقول الحقيقه ما كنخافش هاد السيد راه تعدى عليا هاد السيد راه تكرفص عليا هاد السيد راح الكرامه ديالي وخطفني وداني تكرفص عليا سبعه الناس كرفصوا عليا وعراوني مني الدص والكلاب هذايا كتنبح وعلاش الناس صوروني وعندهم عليا فيديوهات وحوايجي باقي عندهم ما داوش ليا اللباس ديالي كلشي باقي عندهم علاش ما خديتش الحق ديالي من هاد الناس وبغيت نعرف اخوتي واش كاين شي حد اسيدي كيتقدم عند وكيل الملك بلا بيا انا حيت انا هي الضحيه خاصني نتقدم مع هاد السيد اخوتي انا الضحيه خاصني نتقدم مع هاد السيد علاش ما تقدمتش معاه وكيقول لهم في اللايف راه سهام هربت ما بغاش تقدم معايا اش من وجع عندها راه خافت حيت ما عندهاش شي دلائل كيقول الشواهد الطبيه لا علاقه انا بغيت نطعن في الشهاده الطبيه انا بغيت طبيب شرعي يقلبني وانا ما تصابتش اخوتي كاين يدكم طويله عليا المغاربه كنشكركم راني ما بقيتش قادره نهضر الخو عبد الخو راهو خويا وضحت شنو وقع في هذه القضيه ديال التوضيح ديالي التوضيح ديال الاخ المحترم ان هذا السيد كان تفاجئ بانه راه غادي كان مشدود في حراسه نظريه وكيقولوا شدوا معاه ثلاثه كنا كنتباشروا مع المنابر الاعلاميه واليوم في العشيه كان تفاجئ بانه خد صراح والسيده جاو الناس ديال الدرك الملكي جاو عندها الدار وداك الشيء وقالوا لها تنعيطوا لك منين بغاو كنعيطوا لك وتقدمي اليوم كانت تفاجئوا ما تقدمت ما والو كنعرفوا حنا مش المدعي والمدعي اللي كيحضروا اليوم كانت تفاجئوا بان المدعي عليه ما حضرش المدعي ما حضراتش المدعي ما حضراتش المدعي عليه يحضر وخذ الصراحه وحنا كنا كنتمناو من السلطه اللي غتنصفها فهمتيني اليوم من صفتها السلطه السيد اليوم راه ولا اليوم يجيب عصابه يقدر يقتلهم لان كانت كيتمناو هما بس السلطه تحميهم السلطه ما حماتهمش هما اللي مهربانين جايين للمركز القضائي خايفين اليوم يجيب عصابه من الحسنيه والمنيني ويهددهم ويقتلهم هما ناس الاب كبير في السن الام شو الحاله ديالها كيدايره يرسل لها الاخت شو كيدايره ما عندهمش اخوان اللي غادي يحميهم الاولاد فين هما كاين حنا فارقين عليهم كل واحد كيسكن بلاصتو قعدوا محل ديال السكن ديالو اليوم كنطلب النداء ديالي جلاله الملك القائد الاعلى بقوات المسلحه الملكيه والسيد داكي الوكيل العام ديال النقد فهمتيني ابراهيم
وكنوجه لكاع الجهاز الامني اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا اللايف فهمتيني، يعطوها الحق ديالها ونصفوها من هذا المنبر. هذا هو النداء ديالي، بغيت يوصل ديالكم عاودينا مطالب ديالي، بغيت اعاده النظر في هذا الميز. شنو وقع الناس اخرج يا وليدي، خرج ولي خرجوا داروا لي الحليب وكيتحلف علينا، كيتحلف علينا. جا تما يعاد هذوك الناس اللي مزاعين معاهم، جا عندهم تمايا وكيتحلف علينا، كيقول انا خرجت ليكم، انا خرجت لبوكم، انا خرجت لبوكم، غادي غنصفيها لبوكم. ما شقديتو ما غتروح لي من شرجم، غتروح لي من شرجم وليدي. سال مالك، راه بنتي بغات تروح من شرجم، راه بغات تروح من شرجم. شكون اللي غادي يصفهم؟ راه خرج وجا عندنا، راه جا عندنا المحل وبغى قال لك انتقل منكم. انا خرجت، قال لك انا خرجت، انا خرجت ومؤيده، ومؤيده لطيفه.